الأستاذ الدكتور محمد علي سلامة. الدكتورة فاتن حسين. الناقد والصديق أستاذ ربيع مفتاح. الفائزون أولا الهواية. المركز الخامس محمد صبري أون. المركز الرابع محمد أحمد الباغي الناجي بورسعيد. الفائزون أولا الهواية. المركز الخامس محمد صبري أون. المركز الرابع الفائز الثاني إيهاب نجدة السيد شرف الدين. الفائزون الشيكات عند الأستاذ كده طمنا. الفائز الأول الأستاذ محمد سليم شوشة بني سويف. المجال الثاني القصة القصيرة المجموعة القصصية. الفائز بالمركز الخامس الأستاذ محمد صلاح علي زكريا البحيرة.